إطار عمل اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بإنشاء المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا، استقبل والي تندوف بمطار الرائد فراج أعضاء الوفدين الجزائري والموريتاني تمهيدا لانطلاق الإجراءات التقنية والميكانيزمات الرامية إلى التسريع في افتتاح المعبر الحدودي بين البلدين الجارين. زيارة الوفد الموريتاني الهام تأتي لوضع آليات تقنية للشروع في فتح المعبر البري الحدودي بين البلدين، وما أكده حماد ولد ميمو المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية الموريتانية قائلا: مع زملائنا الجزائريين في إطار لجنة فنية مشتركة لتحديد مكان نقطة العبور هاي، ولا شك أن نقطة عبور بيننا احنا والجزائر ستكون لها انعكاسات كبيرة في مجال التبادل بين البلدين وعلى المنطقة كلها. المواطنون بولاية تندوف استحسنوا فكرة وجود معبر بري يربط بين الجزائر وموريتانيا، وهذه بعض الأصداء. رحين إلا مواطنة من سكان الجزائر من تندوف بالأخص، نبغي شفت ضريك الجزائر قدموا على نقطة سمعتها وشفت نقطة زينة، وباغي نعطي رأيي فيها عن هاي الحدود اللي بين موريتانيا والجزائر. كان الطريق شاق وشينة، أرض ماهي ألا منجورة، قبرت فيها الناس وذهبت فيها تعطش وذهبت فيها كذا، نظرا عنها ما فيها علامات ذكية، أرض حاقيلة واسعة وبعيد. وضيكشنا الجزائر يلي عمرها دولة وعمر موريتانيا تفاهموا عنهم هذه الأرض اللي يديروا لها الشانطي اللي هو لبس القدرون. أنا رأيي كمواطن وتمن حقيقة هذه الفكرة بفتح هذا المعبر الحدودي ليكون متنفس أولا لولاية تندوف خاصة، ويكون كذلك تبادل تجاري ثقافي، يكون فيه زيارات، ونتمنى حقيقة هذا المشروع، ونشكر الدولة الجزائرية اللي ساهمت بقدر كبير من أجل تطوير هذه الولاية بفتح هذا المعبر. هذه خطوة صراحة، تندوف منطقة نائية، وهذه خطوة تساعد البلدين وتساعد الشعب ومالي، لأنه أقرب منفذ التيندوف هو الحدود الموريتانية، وهذا بالفعل يعود على الشعبين بالخير ورواج التجارة، وصراحة والشعوب ما اللي تتلاقى وتتراحم بينات، وفعلا نتمنى وعلى أنها ما تطول، وإن شاء الله تكون فاتحة خير إن شاء الله بين موريتانيا والجزائر. آراء الشارع بتندوف كانت متطابقة حسب ما رصدناه من أصداء تزامنا وزيارة اللجنة المشتركة للمنطقة، وهما جاء تأكيدا على لسان حمى محمد لمين رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تندوف قائلا: تم القرار حكومتي بحكم ان احنا يعني ولاية تندوف هي اللي في التماس مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، احنا يعني كمواطنين باسمي الخاص وباسم المنتخبين وباسم سكان ولاية تندوف نبارك كل المباركة هذه الخطوة، ونتمنى أنها تكون في اتجاه يعني الفائدة، لفائدة بلدنا ولفائدة بلدينا في الحقيقة، لفائدة بلدينا. أثر جيد من ناحية يعني الاجتماعية كما قلت، من ناحية الاقتصادية، وكذلك من ناحية الأمنية، عندما تكون المداخل والمخارج بين دول مؤمنة، يعني المواطن عندما يسافر عندما يقطع الحدود يقطعها في إطار شرعي في إطار قانوني، مما يجعل يعني الأمور صحيحة. فتح المعبر البري بين الجزائر وموريتانيا لم يعد مجرد تكهنات ورؤى مستقبلية حسب بعض المشككين، بل أصبح واقعا ملموسا قاب قوسين أو أدنى من التحقيق على أرض الواقع، وهو خطوة أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين بعد عقود من غلق الحدود. علي عويش لبرنامج أنا الشاهد من الحدود الجزائرية الموريتانية.